احمد ياسر ريان كان في موقف حصل موقف غريب جدا يعني مع مباراه نادي الزمالك والجونه، وكان اثيرت جدل كتير جدا على ان احمد ياسر ريان اتكلم مع كابتن طارق يحيى بطريقه مش صح والكلام دوت مش مظبوط، وطلع ياسر ريان طبعا لاعبنا السابق وقال الكلام ده مش مظبوط، وكان في وقعه شكلها وحش قوي بين شرقي وشكل اعتقد مش ظريف ان في لعيب مهما كان اسم هذا اللعيب يكلم المدير الفني بهذه اللهجه وبهذا الشكل، فالموضوع كله اتحور وسابوا القصه كلها قصه بن شرقي والكابتن طارق يحيى وهذا الاسلوب غير يعني الاحترافي وبشكل مهين شويه نكلم كابتن طارق ده، وبدا القصه تدور حوالين اصل احمد ياسر ريان عمل لكابتن طارق وانا اغطى على المشكله بتاعتي بيه، فيعني اغطى عليها بيه فاعمل حاجه لاحمد، احدش اولا ما حدش شاف ايه اللي جرى ما بين احمد ياسر ريان محدش. او بين كابتن طريح او اللي حصل. طب هو حد سمع مثلا المجموعه الموجوده في الملعب في المدرجات الجمهور لما شتم حد سمع؟ طب يعني ما حدش واخد باله مثلا يعني الشتيمه اللي اتقالت؟ يعني لقطه بن شرقي كانت واضحه جدا. ما انا بقول لك اهو، لا يعني شوف انت واقع، شوف بس برضه الامور واضحه يا كابتن، ده ما فيش حد اتكلم على واقع بن شرقي خالص. ده هو السؤال، هو ايه اللي حصل يا فندم بينك وبين شرقي؟ لا ما حصلش حاجه ده واعتذر لي. كلام ايه؟ عارف انت، عارف لو الواقعه دي حصلت في النادي الاهلي كان مصر كلها ما بدتش امبارح. ماشي، وناس كتير جدا كانت عملت عليها قصص والفوا وكتبوا وسطات على ايه اللي دار ده شتمه ده قال له على فكره. لكن لا، دلوقتي الوضع اصبح مختلف والرؤيه وضحت، اعتقد جمهور الاهلي شايف بعينيه يعني ايه، مش محتاج ان انا اقول له ولا انت تقول له. اتثابت واقعه بن شرقي وهي واقعه مرفوضه مهما يكن ولا احد يقبلها، اتحولت لمساله انه احمد ياسر ريان اعمل مشكله. لعيب على فكره مهذب جدا، مش محتاج ان انا اقول صحيح. اعتقد لا يفكر يعني لا يجرؤ انه يكلم كابتن طارق يحيى بصوره، ومين هيقبل انه هو يعني مين هيقبل على المستوى الشخصي انه احمد ياسر يكلم كابتن طارق يحيى بيقول له كلمتين او مش عارف ايه؟ يعني كلام مش مرفوض. طب هل انت عندك تسجيل بالكلام ده؟ واللي يطلع يقول لك ايه طالب لجنه الانضباط بايقافه واعدامه 100 سنه يعني عايز اقول لك ايه، ومش عارف مين شتم مش عارف ايه. يا جماعه طب مين اللي سجل الحاجات دي وشافها؟ يعني اتسجلت من تسجيل خاص ولا في كاميرات جوه الممرات؟ طب لحد ليه الكاميرات ما نشرتش وقائع مباراه احداث مباراه اسوان؟ ولا الواقعه دي اتعمل لها سيناريو عشان تداري؟ انا بقول لحضرتك عشان اداري واخبي ده كله على واقعه الناس كلها شافتها، محدش قال عنها حاجه. يعني شيء مؤسف، اولا لا احد يقبل بالخروج عن النص، ولا احد يقبل انه لاعب يتكلم مع مدرب فريق اخر او مدربه او كابتن. طبعا طبعا، اعتقد حتى لما طلع كابتن ياسر يعني يمكن الناس ما بتعرفش كابتن ياسر يعني في الجيل الذهبي برضه من الاجيال الذهبيه للنادي الاهلي ومن اللعيبه المميزين جدا وعلى اخلاق على فكره، انه حتى لما طلع دافع على ابنه ودخلت بقى المساله بقيت يعني مساله ايه، خد ورد وافتعال ازمه ومحاوله لجر الراجل لملعب تاني والدخول وتسخين كابتن طارق يحيى مرفوض عشان جمهور الزمالك يدخل طرف في الموضوع وتطاول. طبعا ايه زي ما تقول على ما يبدو نتيجه الموسم الماضي بتاعت التعادل 2-2 وضياع الدوري برضو في النفوس ما زالت ترك اثر، يعني واضحه انها ترك اثر، وانه ده اصل ده الفريق التاني للاهلي، اصل ده مش عارف ايه. يا جماعه ما فيش الكلام ده، يعني الجونه بتصارع للبقاء وعندهم عاملين ماتش هايل وخلاص، وانت كسبت الماتش خلاص، ما كانش لي لازمه ان انا ادور على كبش فدا عشان اداري واقعه الناس كلها شافتها ومحدش قادر يتكلم عنها، لانه لا احد يجرؤ انه يتكلم عنها خلاص، ما فيش خلاص، عارفين ليه كله بيبص كده، كله خايف تتكلم على واقعه. لكن الواقعه دي لو حصلت في الاهلي مع خروج لاعب مع مدربه ما عاوزها، كنا هنقعد شهر على للحديث والتناول. خلي بالك برضه يا استاذ محمود، هو مش موضوع خوف، يعني لو اتكلمنا بكل امانه احنا دايما بنشوف حاجه والغلط بنقول عليه غلط والصح بنقول عليه صح، لكن موضوع خوف لا، هو مش موضوع خوف، هو زي ما انت حضرتك قلت يا جماهير النادي الاهلي فاهمه خلاص القصه. لما خلاص فاهم، لكن احنا كمان بنوضح الصوره ان كان في حدث حصل ما بين بن شرقي والكابتن طارق يحيى، ولو كان حصل في اي نادي كنا هنقوله طريقه غير مهذبه، ان ايا كان انت لاعب بتكلم مدير الفني بهذا الاسلوب وبهذا المنظر ده شيء لا يبط للاحترافيه. غريب ان المجموعه الموجوده في الملعب هتفت لبن شرقي على حساب ايه؟ على حساب الكابتن طارق. يعني لكن انا ما كنتش اتمنى الكابتن طارق يفتعل ازمه ويقول كلام عشان يبرر الموقف واخرج اشدك واديك في حته تانية اتكلم مثلا عن احمد ياسر ريان واحاول اعمل له مشكله مع الجمهور. ليه؟ هو عمل لك ايه؟
ميامي نرفز ده بعد ماتش اسوان لعيبه اسوان من خوفه ما قدروش يتكلموا، اللعيب اللي واقف على الكوره لو حكى لك اللي حصل وعمل مداخله وقال كلام كان يتوجب على اداره الزمالك انها تاخد موقف من لعيبتها. ازاي حجم الاهانات والتطاول والشتايم اللي خدها الولد عشان عمل حركه ردا على يعني كرامته تهاني؟ هو طبعا معنا يعني عاوز اقول لحضرتك ايه فضل. يعني هل ده يعني هل هو مساله يعني دي مش بلطجه؟ يعني هل ده يعني هو ده يعني انت مش عاوز حد ينتقدك؟ لا، المفروض تحافظ برضو على العلاقات مع الانديه ومع لعيبتها. ما يصحش يعني نطلع انت عشان مشكلتك تاخد توديك في حته تانيه خالص.